أيها الأحبة، لو درسنا كل تاريخ أهل البيت عليهم السلام لرأينا هذه الخصوصية، وهي الامتداد في كل الواقع الإسلامي. هذه موجودة في حياة كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنهم عاشوا حياتهم مع الناس وهم المعصومون من قبل الله والمعصومون في أنفسهم، فلم ينقل في تاريخ أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين عاشوا مع الناس في مختلف أوضاع الناس وفي مختلف المشاكل التي حدثت لدى الناس، فلم نجد هناك مؤرخاً تحدث عن أي واحد من أئمة أهل البيت بأي خطأ في فكر أو في قول وفي عمل. ولذلك كانت عصمتهم تتحرك من خلال الصورة التي أشرقت في حياتهم وفي حياة الناس كلهم. وهذا هو الذي يجعلنا أيها الأحبة نلتزمهم التزام الروح والعقل والفكر، وأن نعيش في خط إمامتهم، لا يبقى لنا مجرد الحب والولاء، ولكن نتحرك من خلال الاتباع، فإن الله أعطاهم ملكات قدسية استطاعوا من خلالها أن يكتشفوا الكثير مما يخفى على الناس، واستطاعوا الكثير من الكرامات التي ينقلها المؤرخون في حياتهم مما لا يحدث إلا لأولياء الله سبحانه وتعالى. وينقل الشيخ المفيد رحمه الله، ينقل بعض المؤرخين، يقول عن الحسين بن محمد: لما حبس المتوكل أبا الحسن ورفعه ودفعه إلى علي بن كركر هذا السجان، قال أبو الحسن، ورأى بعض الناس متألمين: أنا أكرم على الله من ناقة صالح. يعني يقول الله عندما عقر هؤلاء القوم، قوم صالح، الناقة، الله سبحانه وتعالى عاقبهم على ذلك، يقول: أنا أكرم على الله من ناقة صالح، تمتعوا في داركم 3 أيام وعدا غير مكذوب. وفلما كان من الغد أطلقه متوكل واعتذر إليه، فلما كان في اللي بدأوا هول اللي يسمعوا هالكلمة يعدوا الأيام، يعني قال 3 أيام والله راح ينتقم لي من هذا الرجل كما انتقم. كيف أنه صالح قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام وعدا غير مكذوب؟ أيضا الإمام قال، والإمام شوفوا أنه كيف الإمام تكلم بهذا. فلما كان اليوم الثالث وثب عليه باغر وتامش ومعلون، وهؤلاء هم من قادة العسكر آنذاك، فقتلوه وأقعدوا ولده المنتصر خليفة له، وتحقق دعاء الإمام عليه، وتحقق حديث الإمام عنه، وهو كان من الغيب الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا، ولذلك فإن علاقتنا أيها الأحبة بأهل البيت إنما هو من خلال علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، لأنهم عبدوا الله حق عبادته وأطاعوه حق طاعته وجاهدوا في سبيل الله ودعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك فإن الولاية لأهل البيت تعني أن نتبعهم في كل ما قالوه وفي كل ما فعلوه، واتباعهم هو باتباع الإسلام الحق الذي بيّنوه لنا وعرفوه لنا في كل المفاهيم التي أطلقوها. وعلينا ونحن نريد أن نسير معهم
وأن نتبعهم علينا أن نستوثق من كل حديث ينسب إليهم ومن كل كلام يخبرنا الناس عنهم، لا بد لنا أن نستوثق من ذلك، فلا نقبل كل حديث يرويه من يعرفه ومن لا يعرفه، بل لا بد لنا أن نعرفه بالمستوى الذي نعرف فيه أنه الحق، والحمد لله رب العالمين.